بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة يا بنات جايبة لكم وصفة يابانية مجربة 100% وبجد نتائجها تحفة ومضمونة، لان انا جربتها بجد يا بنات هتفتح لك بشرتك 10 درجات. ازاي؟ هقول لكم دلوقتي، لان كل المكونات اللي فيها مفيدة جدا جدا للبشرة. اول حاجة بتفتح وكمان بتشد البشرة وهترجعك كمان صغيرة 20 سنة بس لو داومتي على استخدامها، ومكوناتها كلها سهلة وبسيطة ومتاحة عندنا في البيت. اول مكون يا بنات هيكون معانا صابونة الدف. طبعا هاخدها وابشرها بالمبشرة، وهاخد حوالي 3 معالق منها عندي مبشرة. طبعا اختصارا للوقت انا بشرت صابونة الدف ما يعادل 3 معالق. هنبدأ دلوقتي في تجهيز الوصفة. ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك ادعميني باللايك، لو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ في تجهيز الوصفة. اول حاجة يا بنات هنجيب البولة بتاعتنا نحضر فيها الوصفة، وهنبدأ نضيف لها 3 معالق من مبشور صابونة الدف اللي انا بشراها زي ما احنا شايفين كده يا بنات. هضيف لها ايه؟ هضيف لها 1/2 كوب من الحليب السائل. هكملهم ب1/2 كوباية برضو من المية. ممكن تستغني عن المية، ممكن تحط مية ورد لو انت عايزة الوصفة تزيد قيمة كمان. طبعا هقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يندمجوا وميبقاش فيه صابون، والصابون يندمج مع اللبن والمية. انا بقلب فيه كده يا بنات علشان يندمج مع بعضه، وعلشان تاخدي كمان نتيجة سريعة فانا هاخده ارفعه على النار علشان يندمج كويس جدا مع بعض. فهاخده دلوقتي ارفعه على نار هادية خالص لحد ما احس ان الصابون خلاص اندمج مع المية واللبن. خلاص يا بنات انا شلتهم من على النار، طبعا زي ما قلت نار هادية، طبعا الصابون خلاص داب خالص في اللبن والمية. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد 2 معالق كبار من ذرة النشا او نشا الذرة او المايزينا، دي معلقة، كمان معلقة. والمكون التاني معانا يا بنات هيكون دقيق الرز او مطحون الرز. طبعا بتجيبي الرز تطحنيه في البيت، تغسليه كويس وتنشفيه وتطحنيه في المطحنة، او بتجيبيه من عند العطار او من اي سوبر ماركت عادي بيبقى متوفر. هاخد كمان معلقة وهبدأ اقلبهم كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، ولو حسيت ان القوام عايز ان انا اضيف له كمان هضيف. فقلبهم وارجع لكم بسرعة. خلاص يا بنات زي ما انتم شايفين كده انا وصلت للمرحلة دي، دوبتهم خالص، مش عايزة اي تكتلات، ولو لقيت اي تكتلات لازم ايه تدوبيها على طول. هاخد بقى ايه اخر مكون، وهو معلقة صغيرة من عصير الليمون، وهضيفها هنا للمكونات وهبدأ اقلبها شوية بشوية. على فكرة هيتقل معاكي وهقول لكم ازاي دلوقتي بنستخدمه وازاي كمان هتحفظيه، لان بجد الماسك ده حلو جدا جدا وهتنبهري بالنتائج بتاعته. هنشوف بقى بولة صغيرة او علبة صغيرة وهنبدأ نفضيه فيها. جبت علبة صغيرة بقى وهبدأ انزل فيها. ده ما احنا شايفين كده يا بنات. هتحتفظي بيه فين؟ هتحتفظي بيه في التلاجة، تستخدميه 2 مرات في الأسبوع. بتغسلي بشرتك كويس وبتاخدي من الماسك ده وتفرلي على بشرتك. كمان ممكن تستخدميه على فكرة للوجه والرقبة للإيدين للجسم كله وللمناطق الحساسة. هتستخدميه وتسيبيه من 5 دقايق ل10 دقايق على البشرة، وبعد كده بتشطفي بشرتك وعلى طول بترطبيها بأي نوع كريم مرطب انت بتستخدميه. بجد حلوة جدا جدا في التفتيح وكمان في شد البشرة، عشان كلنا عارفين ان الرز والنشا من الحاجات الحلوة جدا اللي بتعالج التجاعيد وبتشد البشرة. خلاص كده يا بنات الوصفة بتاعتي خلصت، بتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هي مفيدة جدا، وانا جربتها ونتائجها حلوة جدا وهتتبسطوا جدا من الوصفة دي. ان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.